كابتن امير، برضو خليني ناخدك في منطقه تانية. محمد الشناوي واحد من او افضل حارس مرمى في مصر خلال هذه الفتره باعتراف الجميع الحقيقه، بيشجع الاهلي او ما بيشجعش الاهلي، وبالتالي ما مدى تاثير محمد الشناوي في النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ هو زي ما الكابتن اسامه قال، الشناوي يعني عاجبني بقاله فتره كبيره جدا ان هو مركز جدا جدا، وبعدين ماشي بشكل كويس، عنده شخصيه بره الملعب وجوه الملعب، التواجد بتاعه مهم جدا جوه الملعب وبره، بيأدي بشكل كويس. لما جاته الفرص سواء في كاس العالم مع منتخب مصر أدى بشكل كويس جدا، العالم كله اتكلم عليه وجاله عقود احتراف كتيره، فضل مستواه ثابت فتره كبيره جدا لحد وقتنا هذا. في نفس الوقت يعني كان في انتقادات في بعض الماتشات، لكن هو في ميزه ان هو ما بيسمعش لحد، دايما مركز. يمكن انا عارف الشناوي من واحنا صغيرين يا كابتن، يعني من كام سنه كان الشناوي كان معانا جول رابع او خامس، ما كانش فيه توفيق ليه، فراح اعارات او مشي من النادي، لعب في كذا نادي وبعد كده رجع نادي الاهلي تاني. فانا شايف ان هو من الشخصيات اللي ما بتسمعش لاي انتقادات توقعه، لا بالعكس هو بيسمع للناس اللي هي بتشجعه، ودايما بيطور من نفسه، معاه مدرب على اعلى مستوى، معاه منافسين كويسين زي علي لطفي وشوبير، لعب كاس العالم بثقه كبيره جدا، وبيعجبني ثقته في نفسه جامد جدا. وبعدين في نفس الوقت هو يعني احسن حاجه فيه ان هو مركز طول الوقت في تمرينه، في الماتشات مستواه بيعلى على طول، مستواه ثابت على طول، بيطور. فانا شايف ان هو دوره مهم جدا، لان الحارس مرمى انت عارف كابتن اسلام وكابتن اسامه في الماتشات اللي زي دي بيدي ثقه كبيره جدا، وانا شايف ان الشناوي بيدي ثقه للاعيبه اللي موجوده، وجوده مهم جدا. اتمنى ان شاء الله ان هو يعمل حاجه، واتوقع باذن الله ان هو هيعمل مستوى كويس، وهيبقى ليه دور كبير ان شاء الله في ان احنا نوصل لحته بعيده، واتمنى ليه التوفيق طبعا، لان هو عارف كويس دلوقتي اسمه، دلوقتي اسم كبير ولازم يحافظ عليه، ولازم يبقى مركز طول الوقت، وعليه مسؤوليه كبيره جدا، لان هو حارس مرمى النادي الاهلي زائد ان هو كابتن النادي الاهلي، فبالتالي عليه ضغوطات كبيره جدا. اتمنى ان شاء الله ان هو يبعد كل الكلام ده ويركز، لان هو دوره مهم جدا جدا في البطوله باذن الله ان شاء الله.